خالي مذكوري 24 سنة ساكن في خنيفرة تزاتيت في جديدة شنو آخر دبلومي ان كويزين تكنيسيان ان كويزين يعني ريستوراسيون ولا شي ديال و غادي شي شوية في الدومين ديال السوشيال ميديا واحد الامي ديالي كانت كتبرصني تقول لي راه تتشبه المعلومه فهاد الصوره جيتي تتشبه المعلومه فهاد الصوره معلومه فهاد الصوره معلومه صافي كنت كنحاول نبقى ندير شي شويه الموسيقى ديالو مع فيديوهات ونحاول اللوح ياك ما زعما يبان ليه ولا يبان للناس صافي حتى جا تيك توك تيك توك هو اللي حل لي الباب ديالو هو اللي كنت درت واحد الفيديو ديال معلومه وانا في نفس البوزيسيون نفس الستيل نفس وهي اللي طلعت في لي جيم وهي اللي جمعت لي لي زابوني في الانستغرام ليش وما كرهناش يشوفوا هادشي زعما يتعرفوا وعلاش لا نمشيو بعيد وليو نسربوا لي على زابوني ديالو فهمتي واخا ما كاين لا صوت لا والو ولكن غير في الشبه وصافي دابا انا تنستغل هاد الشبه هذا بغيت نتشهر به وعلاش لا يعني نديرو ستيل بحالو واخا مازال الفورما خصنا نزيدو نصححو بحالو وعلاش لا نمشيو بعيد غير فهاد الشيء نيت يعني كاين شي واحد اللي عنده شي حوايج ما تيستغلهمش وتيبقى في بلاصتو وكاين اللي استغلهم ووصل وانا بغيت نكون من هادوك اللي غيستغلو ويوصل وهي خالي الكاينه ولكن معلومة غير على ما نوصلوا لشي حاجه غير على ما نوصلوا غتولي خالي ومازال ما كاينه الشهره ولكن مازال لحد الان ما كاين والو يعني هادشي تيفرح زعما فاش تلقى شي واحد يعني تيجي يقول لك معلومه تتشبه المعلومه راه شي حاجه كتفرح معلومه ماشي شي حاجه سهله فهمتيني تبدلت حياتي بنادم تي كثير ولا كثير عندي فهمتي الانستغرام عندي بارابور لي جيم ديال شحال هادي ماشي هما ديال دابا بارابور لي كومونتير ديال شحال هادي ماشي هما ديال دابا ولي كومونتير تيكونوا غا بوزيتيف ما عمرهم كانوا نيجاتيف يعني داك الشيء تيفرح فهمتني انت ورا كاين البارح بارطاجيني بدر سلطان لحد الفيديو ديالي قال لهم واش هذا معلومه هذا ولا كذبت يعني هادشي تيفرح يعني وتيزيدو عاوتاني الفنانه تيجيو يتابونوا عندك وغادي الناس تيزيدو كثروا يعني الحمد لله اول واحد عرفته مشهور كاين عمر بالمير تنوجه ليه التحيه من هنا وكاين الزبير هلال هضرت معاه شي جوج مرات ولا ثلاثه بحال هكا ماشي طولنا في هضره ولكن دري لي زوين ظريف لا ضروري الخدمه ضروري نتفرغ للخدمه ماشي غير هادشي اللي كاين يعني هادشي ما تيدومش يعني يجي واحد النهار غتسالي مع هاد لابليكاسيون تسالي مع هادي ما تلقى ما دير ضروري تكون شي حاجه خدام فيها يعني ديك السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا تقدر تخدم فيها كي فوق ما بغيتي يعني في الصباح في العشيه عندك الوقت ليها ولكن ضروري خاصك دير واحد الخدمه ابار هي اللي تعاونك باش تطور لي ماتيريال باش تشري لي ماتيريال باش دير لي فيديو مثلا باش تشري حوايج باش تاتيري لي الشركات الاخرين يخدموا معك والصراحه ما حاولت لكن جاوا ناس بزاف قالوا لي سير لمراكش راه معلومه كاين في مراكش سير لمراكش وما كرهناش كنت تلاقينا مع يعني ما كرهتش يعني خفت انا نمشي لمراكش ضربتها مع راسها لمراكش وصدق ما كاين حتى شي حاجه وقلت صافي خليه حتى تجي فرصه كانت تجي فرصه غادي تجيب وحده ما كاينش تحرش غير هما كاين شي وحدين تيبغيو يطلعوها عليك وكاين شي وحدين تيقولها بصح ودوك اللي تيقولوها بصح يعني تتفرحك يعني فاش يقول لك معلومه راه كيما قلت لك راه شي حاجه كبيره يعني ماشي شي واحد اللي تتفرح صراحه داك القضيه ديال فاش يجي يقول لك معلومه يعني تيكثروا منها يعني راك كاين واحد 80% تيجي يقول لك
معلومه، وكاين واحد بحال هكا شي 20% تيبدا يقول لك فين هو هذا الشباب ما كاينش كاع، ما تيبانليش انا الشباب، وانا براسي انا براسي من دوك 20% حيت ما تيبانليش انا راسي تنشبه عليه الصراحه. انا صراحه ما عنديش مع الصبريونيه كاع، يعني هذيك هولا وداك التخربيق ما عنديش معاه كاع نهائيا، فهمتيني؟ ولكن كتحاول يعني تسمع غير دوك الكلمات الساهلين وتبقى تحاول تمشي معاهم، واخا راه تيكونوا غالطين ولكن تيبان اللسان الفم تيبان بحال راه قالها مزيان، يا راه غلطه ويا راه تقال مزيان. الحلم ديالي هو نكون مشهور، حيت من الشهرة تيجيو الفلوس، تيجيو الناس زوينين تيبغيو يوقفوا تصوروا معاك، تيبغيو ديك القضيه كاين اللي ماشي عجباش، كاين واحد كاين المشاهير اللي ماشي تيقدرش على ديك القضيه ديال تيبقى غادي ومخزون. انا لا، انا نفرح نبقى غادي ويجي يوقفوني حتى 60,000 واحد نتصور ماشي مشكل، فهمتي؟ يعني ديك القضيه كتعجبني كنحلم بها شحال هادي وباغي ندير، وان شاء الله نوصل لها شي اللي كاين، وبغيت الناس يعاونوني يعاونوني باش نوصل لهاد المراد هذا.